الآن كذلك نتقاسم الفرحة كما احنا في العاصمة، نروحوا الوهران في بث مزدوج مع الزملاء وسعاد بن عطية. مساء الخير وصحة عيدك سعاد. عيد سعيد لكل الزملاء في الاستوديو المركزي وكل الزملاء في التلفزيون الجزائري ومختلف المحطات الجهوية. ومن وهران أحييكم ونقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله يا رب. تحية لكل الشعب الجزائري وأيضا الجالية الجزائرية خارج الوطن، أيضا نقول لهم صحة عيدكم وكذلك أمهاتنا وأبائنا في البقاع المقدسة، صياما مقبولا وإن شاء الله أعمال صالحة في الثواب إن شاء الله يا رب، الأجر والثواب. إذن مشاهدينا الكرام من بلاطو وهران اللي راه مزين بالأطفال وكذلك المهرج بيتشو اللي راهم حاضرين معنا في هذا الأمسية، وأيضا ضيوفنا اللي راهم حاضرين معنا في الأمسية عيد في اليوم الثاني من العيد. نبدأ أولا بالفنان الممثل والمخرج المسرحي محمد ميهوبي. مساءك سعيد، أهلا وسهلا بك وصحة عيدك. شكرا، بارك الله فيك وشكرا على الدعوة، وعيدكم مبروك جميعا. شكرا لك. ايضا حاضر معنا الفنان انيس قلفاط، مرحبا بك، صحه عيدك، كل عام وانت بخير ان شاء الله يا رب. الله يسلمك، شكرا على المصادفه، صحه عيدكم وجميع الجزائريين. الله يسلمك، شكرا لك. اذا دائما مع الاجواء تاع العيد تستمر اكيد حتى اليوم الثاني، كيفاش عشت النهار الاول من العيد ميهو بيحكي لنا؟ يعني هذا العام العيد جاء فرحة اكثر، لأن الأعياد اللي فاتت يعني كانت تسوية صعبة مع الجائحة، لكن الحمد لله الحمد لله مع العمل اللي درناه مع التعب اللي تعبناه، يعني نظن باللي هذا العام العيد كان عنده طعم خاص، لهذا الفرحة كانت عامة، وحاولنا أننا نستدرك الشيء اللي ضيعناه. والجميل في العيد هي صلة الرحم، أننا نزور الأقارب، نتلاقوا مع الأحبة. شوفي العيد في الجزائر يعني عندها خصائص وعندها مواصفات أخرى، يعني مازال الجزائري مازال شت في العادات تاع بكري، مازال يزور الأقارب، مازال يدير القاطو، مازال يسهر ديك الليلة، يعني نظن باللي الحياة تستمر رغم كاع اللي عشناه، رغم المشاكل، رغم الجائحة يعني. لكن بغيت نقول باللي يقول لك العيد سي يوم الفوز، لأن المؤمن بعد صيام، لأن العيد فرحة، هو فرحة، فرحة بالشهر تاع التوبة، فرحة بالإفطار، فرحة يعني كان جانب الروحي، جانب يعني شوفي رمضان حاجة كبيرة، رمضان يعني في جميع إذا تكلمنا عليه وبغينا نحلوه، بغينا يعني ندخلوا فيه، يعني حاجة خارقة لهذا، يعني هذا صيام مليح للصحة، مليح للاقتصاد، يعني هو تربص صحة قوية. وأجمل شيء يعني في هذه السنة أننا صمنا وعيدنا الحمد لله بدون كوفيد، هذه السنة كانت بالنسبة لنا سنة فرج والحمد لله. كيفاش عشت أنيس الأجواء مع العائلة ومع الأصدقاء أجواء العيد؟ الآخر كنا فريمون فرحانين هذا العام الحمد لله، ولينا صادق تفكرنا الأيام اللي قبل لا كوفيد. دونك على كل حال قدرنا نجوزوا هذا رمضان مع العائله تاعنا، دونك كاين اللي جاو عندنا، كاين اللي حنا رحنا عندهم، دونك كاين التبادل، دونك الحمد لله. وكان كاين ثاني سهرات فنيه بخاسك كل يوم في هذا شهر رمضان. اكيد راح نتكلموا على السهرات الفنيه. نعم، وبرنامجكم. نعم، الفني اللي كان. نعم، واللي رجع مره اخرى هذه السنه الحمد لله. والحمد لله. نعم. نعم، وهذا ايضا استثناء نعيشوه هذه السنه، وان شاء الله نعيشوه لبقيه العمر ان شاء الله يا رب. اذا نتكلم لنا ايضا على العادات والتقاليد التي يعني العائله تاعك تهتم بها من الجانب يعني المناسبات الديني. نعم، بون فوالا، انا ننتسب من عائله مدينه سيدي مسان، دونك العادات تاعنا بون براتيكمون كامل يتشابهوا جو بونس، دونك يا كاين صحه، كاين صيام رمضان، دونك تتناول الفطور مع العائله كامل، دونك ستا فرصه اللي باش نتلاقاو كامل فيها، دي فوا بالك شهر فطور كل واحد يكون لاهي من جهه، دونك فوالا.
وقبل العيد واحد 4 ايام ولا هكذا كان يبداو الامهات والاخوات يبداو يوجدوا في الحلويات بمناسبه العراقيين. نحيي كل النساء الجزائريات صراحه كامل. سواء كان في رمضان ولا حتى في العيد. اكزاكتومون الله يعطيهم الصحه. ديجا وقفوا ديجا في العيد ديال باش يوجدوا الفطور ويعطوا هذيك الهمه المائده وتوسع و فوالا. ابخي ثاني كاين العيد. دونك العيد كاين اولا صلاه العيد. دونك صلاه العيد ومن بعد مور صلاه العيد نروحوا المقابر باش نزوروا الناس اللي توفى الله يرحمهم ويوسع عليهم ربي يرحمهم. بالاضافه الى كما قلنا دائما صله الرحم مهمه جدا يوم العيد. احنا اليوم جمعناكم حتى نشوفوا الاعمال اللي قدمتوها في رمضان في هذا الشهر الفضيل. وكان محمد ميهوبي قدم عمل رائع جدا كان عبر شاشه التلفزيون الجزائري اللي هو باغي نسقسيك. وباغي نسقسيك كانت يعني فكره جديده او فكره جديده من نوعها. وايضا كنت يعني من قبل قدمت اعمال اخرى مثل يعني مخبر كوميديا. راح نشوفوا قبل الحديث عن هذا الموضوع ميهوبي لو تستسمحوني نشوفوا مع كل المشاهدين مقتطفات من مخبر كوميديا وكاميرا كاشي باغي نسقسيك. اهلا بكم، معكم المسرحي محمد ميهوبي. باغي نسقسيك حصه ترفيهيه. اسم الاغنيه هي اصابك عشق. اصابك عشق ام رميت باسهمي. تجربه سمعيه بصريه. عروس ربح قالوا لي بلي شفتها. وي بيان سير. اسمها زينب. بالغنا بالغتم، غنينا غنيتم، ضحكنا ضحكتم معانا، فيما يخص قفز الزنا، شحال درت؟ 20 لا زيد شويه ماشي 20 زيد 25 زيد 30 زيد 40 45 50 100 شحال عندك ولاد؟ 5 أطفال الله يبارك حب انا بلي ما باش 10 اطفال ما عليش ديري 10 حب بن عمي حب يشوفونا دارنا في التيلي يقولوا لي انت ما عليش ديري بريم متزوجه اش خطر جبتي 5 من حب جي بعيد الشرح لا راني هنا واش خصك؟ شو قلنا؟ راني هنا واش خصك؟ راني هنا واش خصك؟ جبد الدرهم تحسب عطيتني رشوة قيس الشبكة في البحر ونبكي على الزهر راني عيان خاصني الجي أنا الشاب الجي بعدين بحط لكم الرابط تبع الغني وروحوا سمعوها. شكرا بارك الله فيك. بني عمي وفاميلياكم بخيرو يا بني عمي استاكوكم استريح بكم انا كنت غاية. إذن كانت هذه بعض المقتطفات من أعمال محمد ميهوبي من إنتاج محطة وهران الجهوية. كنا شفنا مع بعض يعني في الشهر الفضيل كاميرا كاشي باغي نسقسيك. تكلمنا على هذه التجربة. يعني أنا التصنيف تاعها ما نقدرش نصنفها في كاميرا كاشي. يعني المشاهد لمعظم المشاهدين ولا الجمهور صنفها في هذا الرواق إن صح القول. هي حصة ترفيهية تعتمد على الارتجال، لأن العمل المسرحي هو ارتجالي. كان اللي يحسب الارتجال هو غير الكلمة. الإخراج كي يبدأ المخرج كي يتكلم مع الممثل يقول له ها الموقف لعبة هذاك ارتجال. كان قاعدة أخرى أننا نرتجل ولكن لا نخدم في الارتجال. شوف هذه الفكرة أولا جات من الفكرة تاع مخبر كوميديا. هي يعني كاين مصطفى عدناني وكاين كابيكا وكاين المتحدث اللي تلاقينا ودرنا هذه الفكره وين حبينا نخرجوا الارتجال للبرة. بغينا نبينوا رد الفعل تاع الجمهور في الارتجال. يعني ان هذا العمل ماشي مرتجل مكتوب. عندنا نص نقدر نجيب لك النصوص تاع كل حلقه من الحلقات. الثاني هي حصه ترفيهيه وين الشريك تاعنا يكون ماره وين يكون الجمهور.
حبينا نجيبوا يعني حاجه جديده، ما بغيناش نديروا حاجه تاع عنف، حاجه تقليديه، ما بغيناش نديروا حاجه باسكو شاول الفن. الفن هو انك الإبداع. من والو تجيب حاجه. صح. احنا ما عندناش، عندنا فكره، عندنا موقف، عندنا وقت، عندنا مكان، عندنا الوحدات المطلوبه، لكن الشريك ما نعرفوش، لهذا ارتجلنا لكن ما نخدموش. نكتبوا الفكره، نوجدوا الفكره، وكذلك ريبيتينا بزاف، انا بوكو ريبيتي، ودنا يعني دنا 20 حلقه، وين كذلك رحنا للولايات واحد اخرى، ما قعدناش في هذور. واش دنا مواضيع يعني الا نسميوها كاميرا كاشي، كاميرا كاشي اللي نشوفها موضوع واحد يتعاود، على سبيل المثال تاع واحد يتغاشى وكل يوم نشوفوا رد، يعني كان شيء جديد تماما هذا اللي شفناه على الشاشه، وتفاعل معه اكيد الجمهور، لانه لاول مره نشوفوا عمل بفكره جديده وبطريقه جديده حتى. يعني في هذا الشهر الفضيل كان ايضا عوده كما قلنا للعديد من السهرات الفنيه، منها السهرات الفن الراقي الاندلسي، تكلم لنا على هذا الشيء اللي كنت حاضر معاه الجمعيه نتاعك. فوالا بون، حنا بون الجمعيه تاعنا الثقافيه مصطفى بالخوجة، هذا العام بون ما كانش عندنا سهره بالذات، ولكن انا والاخ ديالي ريفال محمود قلفات كنا شاركنا في مدينه سيدي بلعباس نهار ليله 27 مع الجمعيه الثقافيه الاندلسيه احباب دكتور فوزي بالخوجة. دونك حنا اللي كنا معاهم بكري في زمان وقت المرحوم دكتور فوزي بالخوجة اللي هو عمنا، كان فنان وعازف ماهر على جميع الالات الموسيقيه. دونك شاركنا معاهم في هذيك الليله، كانت ثاني جات معنا المغنيه اسماء علا من مدينه الجزائر العاصمه اللي هي ثاني تعلمت في مع الجمعيه الاندلسيه تاع مدينه سيدي بلعباس. وفهرا كان كاين ثاني كاين عده سهرات، كنا حضرنا خطره جمعية دار الفن كدار السهرة في نيفو دو تياتر ريجونال دورون، رحنا حضرنا ما في مدينة تيريمسان، داروا دي سواغي الجزائر العاصمة. يعني شفنا العمل صديق الشيء راه يعاود يولي، راه يعاود يولي باغابوغ هذيك لاغي اللي كان كاين تاع صح هذا المرض لا بانديمي لا كوفيد. دونك الحمد لله الشيء راه يعاود يولي، نقدر نقولوا بلي هذا رمضان جوزنا بصفه عاديه كما زمان كما الحمد لله. الحمد لله يا ربي. وشفنا ايضا انه الجمهور كان حاضر، نعم في نعم سواء في المسرح الجهوي عبد القادر علوله، نعم او ايضا مع الديوان الوطني للثقافه والاعلام، نعم اللي كانت ايضا نظمت سهرات في هذا الشهر نعم الفضيل. واكيد ان شاء الله قدامكم الكثير من السهرات ان شاء الله ومن الاعمال، خصوصا الصيف موقع نحن على ابواب الصيف ان شاء الله. ان شاء الله الصيف ثاني امام احنا بالك ان شاء الله، احنا نقولوا جمعيه تاعنا دير بالك احتفال 25 سنه من ان شاء الله لا كرياسيون ان شاء الله، المزيد من العطاء ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا نشكرك في الاخير قلفات انيس على حضورك معنا اليوم، انا نشكركم وكذلك الفنان محمد ميهوبي. صراحه كانت اعمالكم سواء اللي حضرها الجمهور على الركح ولا اللي شاهدها المشاهد على التلفزيون، يعني العطاء للمشاهد يعني يستحق الجهد ويستحق الإبداع، لأنه دائما المشاهد وفيه للتلفزيون الجزائري. نشكركم على حضوركم معنا اليوم. بارك شكرا. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام نحن ما زلنا الدراهم فرح وشهي ذكراني، وصبر رمضان جاف دل وقت صمايم قاسحين، نهار طويل والسخانة وبنادم في الصدام. وعطش يفني كل صايم حواله قانطين، واللي هو يكون عاقل يقصر في الكلام، ويجينا رمضان في كل عام. الصحراء يخصك ومعاد البلد لازم، وفلوس يكون في جنبك حتى
تعرف حاجة ما تخمم الفارينة شري بيدك هي وسميدك ونعازم نوصيك إذا يكون عندك فلوسك حاضرين غزار وشري ولا تحاول في الغالي بالسوان إذن مشاهدينا الكرام ما زلنا متواصلين معكم مع ضيوفنا اللي التحقوا بنا للحظة معنا الفنان رفال قلفات صحة عيدك كل عام وانت بخير صحة عيدك الأخت سعاد ونشكركم على الاستضافة وصحة عيد جميع المشاهدين إن شاء الله شكرا لكم أيضا حضر معنا شريفي ماجدة مختصة في الحلويات التقليدية لزينتنا هذا الطاولة صحة عيدك كل عام وانت بخير صحة عيدكم ونتمنى للشعب الجزائري عيد مبارك شكرا شكرا لك واكيد في الاعياد الدينيه دائما في عيد الفطر او عيد الاضحى نحبوا نسمعوا الاغنيه الاندلسيه لانه من تراثنا ونفتخر بهذا التراث العريق والعميق ابسوليمون 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 نحبوا نسمعوا التراث هذا فرصه لفين واحد يعاود يسمع التراث الاصيل الاصيل نعم واكيد في الاجواء العيد في العائله تحبوا ايضا تسمعوا الاغنيه الاندلسيه ولا فقط السهرات للجمهور فقط لا ليدو سهرات تاع الجمهور وثاني سهرات عائليه مع كل افراد العائله نكونوا سهرانين باش نحتفلوا بهاد المواسم الدينيه والوطنيه وحتى نحتفلوا بهاد المناسبه الدينيه ومناسبه عيد الفطر اكيد الحلويات لازم تكون حاضره وتحيه شكر لكل النساء الجزائريات النعيد ونكرر لانهم تعبوا كثير في هذا الشهر الفضيل وخصوصا ايام القريبه من عيد الفطر لانه الحلويات تاخذ مجهود كبير وتاخذ مجهود كلمينا على واش راكين مقدمه في هذه الطاوله من حلويات كاين حلوه البقلاوه كاين حلوه كيما حنا نقولوا لها المهرز وكاطو شوكولا فوغي بالنوتيلا وعندنا ثاني الطبق هذا تاع مخبز حنا نديرو بلي مع فيه الكالي يدير فيه اللوز لي كاكاو ثاني وكاين ثاني كيما قلت لك ثاني المقروط حنا عندنا الحلويات التقليديه اللي كيما حنا نقولوا المهمه كيما المقروط القريب هاد الصوالح هما المهمين في الطبق من يكونش المقروف في الطاولة كيشغل ما درتي والو والكحك هي لازم حتى وين كانت حلويات عصرية لازم يكون حلويات تقليدية أيضا خاص يكون تقليدية ماذا بينا احنا نحيو الحلويات التقليدية نعاودوا نجدوا نحيوها ما نخلوهاش تروح حتى يعني العائلات الجزائرية ما زالها محافظة على العادات والتقاليد مش فقط في الموسيقى حتى في الأكل في اللبس التقليدي وهذا وهنا نحيو كامل الجزائريين على هذه المبادرة الطيبة اللي يحافظوا على التراث باش ما يضيعناش وباش حنا ثاني نزيدوا نمدوه للأجيال الصاعدة وحبذا لو نسمع ما مدى بينا مادام راك جايب العود نعم. نتاعك نسمع يعني مقطع قصير مقطع جدا لأغنية نعيشوا أجواء العيد مع نعم. كل المشاهدين اللي عم يتابعوا فينا وباش ثاني نرحموا على الشيخ عبد الكريم دالي لأنه هو اللي كسبها ولحنها مزين ونهار اليوم صحة عيدكم مزين ونهار اليوم مبروك عيدكم مبروك عيدنا وفرحنا ومع الحباب جمعنا إن شاء الله ربي يخلينا فرحين كل يوم نكونوا عم أخر كلتنا زهين كل يوم مبروك هاد العيد علينا وعلى ناس قسنطينة
هيا صحاب بجاية الزينة وصحا عندكم زيت اليوم وزينة بالحباب كلهم. شكرا شكرا يعطيك الصحة على هذه الأنغام. احنا نختموا بلاطو اليوم وكنت سعيدة جدا باستضافتك ريفال وكذلك الأخت يعني وهذا شكرا على هذه الأطباق الجميلة هذه الحلويات التقليدية. في كلمة ختامية تفضل. ككلمة ختامية نشكر نشكر التلفزيون الجزائري على الاستضافة وبالمناسبة نهنئ كامل الأمة المسلمة بالعيد الفطر والأسرة كامل الأسرة أنسي كو مي بروش والأصدقاء والأعزاء وبارك الله فيكم. شكرا يعطيك الصحة. تفضلي مجدة في كلمة ختامية. نشكر الإذاعة الجزائرية والتلفزيون الجزائري والإذاعة خاصة التلفزيون محطة وهران بهذه الاستضافة. نتمنى الحلويات التقليدية القديمة تحيا زعما ما نخلوهاش تموت تروح من توجور خاصنا نجدوها نحطوها في الطاولة الجزائرية. طبعاً طبعاً لازم نحافظوا على تراثنا سواء في الأكل أو في اللبس حتى في الأغاني والموسيقى التوراتية. وحتى بلاطو تاعنا اليوم حبينا أنه يكون مختلف ومتنوع وخفيف عليكم إن شاء الله يا رب لحتى نقطف من كل بستان زهرة. إذا نتمنى أنكم استمتعتوا معنا مشاهدينا الكرام. خدمناكم من محطة وهران الجهوية. تحية لكل الفريق التقني وفريق الإنتاج وتحية أيضا للمهرج بيتشو اللي كان معنا ومحاضر مع الأطفال. تحية لكم شكرا على حضوركم معنا ونرجع مرة أخرى إلى زملائنا في الأستوديو المركزي. إلى اللقاء.